يعني خلينا في البداية نعرف كده من حضرتك يعني إيه مصطلح ثورة شعب وإرادة شعب. دايما لما بنذكر ثورة 30 يونيو بيقول هي إرادة شعب وثورة شعب، وكمان عايزين نفهم من حضرتك مدى التفاف كل القوى الشعبية والسياسية والدينية حول هذه الثورة. يعني في الحقيقة هي من الكلمة احنا بنتكلم على وطن كاد أن يضيع، ويمكن الجمع الشعبي كان أول من تنبه لده، وشفنا هذه التحركات العفوية في المحافظات المختلفة الرافضة لحكم الجماعة. للأول مرة كنا بنشوف بدلا من أن نحتفل بأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية خاصة في مدن القناة وسيناء شمال وجنوب، بقينا بنحتفل بقتلة الرئيس السادات رحمه الله، وبقينا بنشوف مشاهد في الحقيقة لا تنبئ أبدا أنه هذا الوطن مش حتى هيبقى أفضل، لا، أن هذا الوطن سيستمر وطنا مصريا. وبقينا بنشوف المشاهد أنه احنا رايحين نتباع لدول أخرى، وأنه هناك جماعات أخرى بتتكلم، وبنشوف أسلحة تسير من الغرب إلى الشرق، وبقى المشهد دموي بامتياز في صحيح. الشارع. وشفنا مسألة من الترصد الكبير أنه في قائمة بضباط الشرطة سيتم تصفيتها، أنه في حركة ستستهدف بها القوات المسلحة، أنه حتى في الجهاز المدني 6 مليون موظف كان هناك مسألة إعادة تعيين أو إعادة هيكلة من قبل كوادر الجماعة ورجالها لتصبح هذه الدولة إخوانية بامتياز بأوامر من التنظيم الدولي وبخطة مسبقة، لأنه من يتخيل أنه هذا الأمر كان وليد لحظة مخطئ تماما. في الحقيقة يعني أي حد متابع لجماعة الإخوان واستراتيجيتها في الأداء هيعرف كويس قوي أن الولاء والانتماء للجماعة قبل الوطن، هيعرف كويس قوي أنه مش فارق المصري. احنا كنا بنشعر يا فندم ان هو مجرد ذكر كلمة مصر او اسم مصر على ألسنتهم كان ثقيلا. صحيح، لان هو كمان كان بيتكلم على فكرة الخلافة الاسلامية وليست الدولة المصرية. صحيح. فكرة انه كمان قد يعيدونا الى دول اخرى كانت محتلة لهذا الوطن. ففي الحقيقة من هنا هذا الاستشعار الشعبي من اسكندرية لأسوان كان امر في غاية الاهمية، لانه عندما تقوم الثورات من القاع بتبقى مختلفة تماما. ومفيش رئيس وطني أبدا يا أستاذ عبد الجواد بيقوم باستقواء بالدول الأجنبية تحديدا، ويمكن ده اللي أصابنا كلنا في وقت من الأوقات بحالة من الأحباط، حالة بأن البلد دي مش بلدنا أصلا. ده حقيقي، وفي الحقيقة ده لم يتم فقط على مستوى السياسة الخارجية لكن أيضا على المستوى الداخلي. يعني لو خدنا الإعلام نموذجا، يعني روزا اليوسف أغلقت بالكامل إلا إصدار واحد، وكان ده توجه أن يبقى فيه تغيير. شفنا رؤساء تحرير الإخوان، شفنا أنه وكالة الأناضول أصبحت بديلا عن وكالة الشرق من التصوير فيما عدا القناة الإخوانية. صحيح، فهي الفكرة هنا أنه الناس هي اللي طلعت من القاع وهي اللي حست وهي اللي انتفضت. يعني أنا في تقديري أنه محافظة زي سويس مثلا على سبيل المثال، ودي محافظة من محافظات النضال، كانت من البادئين ورفضوا المحافظ الإخواني، هنشوف ده في الغربية. لكن فكرة التحرك الشعبي هو اللي ادى هذا المسمى ثورة شعب، لأنها نابعة من المربع الشعبي من الشارع المصري، وأنه في الحقيقة كانت منظمة. يعني يمكن الأداء كان منظم لأنه المحافظات منتفضة، القاهرة العاصمة منتفضة، ومش الخدمات بس اللي أثرت مع الناس. صحيح كان هناك تردي كبير جدا للخدمات، لكن فكرة ضياع الوطن هو كان الفيصل الحقيقي. الناس حست أنها مش هتبقى في دولة، أنه مفيش وطن، أن مفيش مظلة. المصريين في الخارج أصبحوا في مهانة شديدة جدا، لأن هناك رجل يحكم هذا الوطن تحكمه الجماعة، وكل كرامة للمصريين في الخارج أصبحت ضائعة. الناس كانت بتتكسف تمشي أو تتحدث لأنه مفيش حد يتكلم باسمها. فجاءت كلمة ثورة شعب ثم المساندة من مؤسسات الدولة. في الحقيقة معظم الدول لما بتحصل فيها حاجة بتحصل من قوتها المسلحة أو من القوة التي تملك قوة عسكرية أو قوة أمنية. إحنا بيحصل عندنا العكس، أن الشعب انتفض فقامت مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية، لأنه في الحقيقة الجيش والشرطة في خدمة الشعب بشكل حقيقي، والهدف الأسمى هو الحفاظ على الأمن القومي ووحدة هذا الوطن وأراضيه. من هنا كان المساندة للثورة الشعبية اللي زي ما حضراتكم تفضلتوا كده وقلتوا أنها كانت غير مسبوقة. هذه الجموع اللي كانت موجودة واللي كانت الناس بتتكلم على أنه حدث لم يسبق أنه يكون، يعني دايما بنشوف ثورات في حتة مرتبطة بشغب، لكن هذه ثورة نظيفة
في وقت في الحقيقة كانت الدماء ستسفك في كل شوارع مصر، وشفنا التهديدات من على منصة رابعة وما حدث في سيناء وغيرها من هذه السلوك الإجرامي لهذه الجماعة الإرهابية التي لو تمكنت ما كنا سنجلس هذه الجلسة الآن في هذا المكان. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان وعلى انحياز المؤسسات والقوات المسلحة تحديدا إلى إرادة الشعب وإلى ثورة الشعب، وكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هذا الرجل العظيم الذي ضحى بمستقبله من أجل إرادة الشعب. لكن عاوزين نعرف من حضرتك حاجة مهمة قوي، يمكن أحداث الثورة كانت أحداث متسارعة والقرارات أيضا كانت قرارات سريعة جدا تتواكب مع سرعة هذه الأحداث. عاوزين نعرف من حضرتك يعني شايف ازاي اللحظة الفارقة الحقيقية في ثورة 30 يونيو؟ يعني في الحقيقة اللحظة الإطاحة عندما تطيح بنظام بهذا التوغل وهذا العمق، وزي ما حضرتك تفضلت كده كان هناك رجل شجاع اسمه عبد الفتاح صحيح. السيسي قدم روحه، لأنه أي حد مش مستوعب أن فشل الثورة الشعبية كان سيعني أن يكون كبش الفداء الأول هو هذا الرجل. صحيح. ففي الحقيقة فكرة الإطاحة، فكرة التمهيد، فكرة أنه يبقى في بيان قوي تحدد فيه الملامح بهذه القوة، بهذا الإجماع الشعبي، بهذا التمثيل لكل طوائف الشعب، وهذا التلقف الشعبي العظيم، وهذا التفويض. يعني في الحقيقة أنا عندي لحظتين مش لحظة واحدة، لحظة البيان اللي في الحقيقة أجمع عليه المصريين بشكل عظيم جدا، وخلينا أقول مش المصريين في الحقيقة، يعني جماعة الإخوان لم تكن مقلقة لمصر وحدها، جماعة الإخوان كانت تريد العبث في مستقبل ومحيط المحيط العربي والمحيط الأفريقي سلبا وإيجابا، يعني إيجابا لمصلحتهم وسلبا لكل ما هو كان يرتبط بمصر الحقيقية. ففي الحقيقة البيان لحظة فارقة، لكن أيضا التفويض الشعبي العارم، وخلينا أقول إن ده كان علامة فارقة أيضا، يعني إحنا انتصرنا مرتين، مرة بالبيان وهذا وهذه الثورة الشعبية، ومرة تانية بهذا التكاتف الكبير جدا اللي كان في الحقيقة ملحمي بامتياز جدا، ويعني أعطى هذا الرجل الذي قدم روحه لهذا الوطن فداء وتضحية، أعطاه كل ما يريد من فكرة أن خلفك شعب يريد أن تنصلح أحوال هذه الدولة وهذا الوطن، وإن إحنا فعليا مصريين ونحافظ على هذه الأرض وهذا الوطن بشكل حقيقي، وأن ما فعلته مقدر. طيب أستاذ عبد الجواد، يعني في نفس السياق الحقيقة يمكن القوات المسلحة زي ما حضرتك قلت كانت متمشية أول بأول مع أحداث الثورة من خلال البيانات الوافية والبيانات كمان الدقيقة اللي كانت على طول بتخرج، كان في متابعة حثيثة الحقيقة. أنا بشوف أنه يمكن الشعب لم يتفاجأ برد فعل القوات المسلحة، وكان يعلم جيدا أن وراءه رجال ستقف معه وستحميه، بس عايز أعرف من حضرتك ونفهم السادة المشاهدين كمان لأي مدى كان هذا الدعم، يعني كان سببا في أنه الثوار يكونوا على ثقة ويقدروا أن هم يكملوا. يعني بالمنطق وبالورقة والقلم لو لم يكن هناك دعم من القوات المسلحة ما كانت هناك ثورة. هل تتفق معي كمان أنه الشعب لم يتفاجأ؟ جدا، لأنه طول عمر القوات المسلحة المصرية، وفي الحقيقة يعني احنا دايما بنقول الجيش المصري مش القوات المسلحة المصرية، ليه؟ لانه القوات المسلحة انا بنفي عنها فكرة التنمية والمساندة الشعبية، لكن قوات الجيش المصري في الحقيقة يمكن الاخوة في مدن القناة، اسماعيلية، بورسعيد، السويس، سيناء شمال وجنوب، والشرقية ايضا اقليم القناة، يعرفون تماما هذا المعنى، لان احنا لما بنتكلم على كل متر من التنمية طول تاريخ محافظة مثل السويس سنجد أن الجيش المصري حاضرا بقوة الجيش الثالث وبرجاله حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، واللي عندهم ممشى أيضا رائع وجميل مثل هذا الممشى، هلاقي بصمة القوات المسلحة وبصمة الجيش المصري موجود، الرجال البواسل. لكن في الحقيقة في 30 يونيو كان الأمر أيضا خلينا أقول ممتد من 2011، لأن احنا لو فاكرين في 2011 عندما نزلت القوات المسلحة وقوات الجيش المصري نزلت للحماية، ولولاها لكانت حدثت كوارث. 30 يونيو في الحقيقة هذه الاستجابة العظيمة، لأنه كمان أول مهمة للقوات المسلحة المصرية وللجيش المصري هي حماية هذا الوطن، يعني ما ينفعش حد يجي يسلم هذا الوطن إلى دولة أخرى أو إلى كيانات أخرى في الحقيقة ويتساب كده، فهذا الأمر في الحقيقة كان سريع
كان منظم بشكل كبير جدا، كان محافظا على الأرواح، وده أمر مهم جدا لأنه كان رد الفعل من جماعة الإخوان الإرهابية زي ما قالوا البلتاجي على المنصة أنا ما أحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي يخرج فيها مرسي أو تعود سدة الحكم إليهم، لكن هذا خلينا أقول الذكاء في الفعل من قبل الجيش المصري كان عظيما في حقن الدماء المصريين وفي حمايتهم، وده عهدنا به. لكن ليه الشعب لم يفاجأ؟ لأنه في الحقيقة يعني كتف في كتف طول العمر، لما نشوف كل المعارك التي خاضتها القوات المسلحة المصرية والجيش المصري هنلاقي ان الممرات الآمنة اللي اتعملت لخروج المؤيدين او المناصرين، وايضا من الذي قام بإطلاق النار على المتظاهرين لإشعال فتيل الفتنة بين الشعب المصري. يعني في الحقيقة هو ده تاريخ دموي لجماعة الإخوان الإرهابية، لأنه مش غريب عليهم فكرة الاغتيالات وفكرة أنه ينتصر بغض النظر عن الثمن الذي سيدفعه الناس. وشفنا ده بوضوح شديد جدا، يعني لما جت فترة الخروج من الحكم وأنه الشعب رافض وأنه مؤسسات الدولة مستجيبة لهذا الرفض الشعبي وأن هناك مساندة، في الحقيقة كان الأمر واضحا جدا أنهم ما عندهمش مشكلة يسلموا سيناء، ما عندهمش مشكلة يبيع يعني البلد ككل خلاص يعني. صحيح. أنا شفت اللي كان بيحصل أصلا في ربعة، ميدان ربعة، ميدان ربعة وسيناء والعمليات الإرهابية اللي اتعملت والمقاتلين الأجانب اللي تم استخدامهم. وخلينا نقول أنه العمليات التي نفذت في سيناء نفذت باحترافية شديدة جدا، وبعضها تم تصويره بمعداته اليهودية، وكان في من المضبوطات في الحقيقة يعني أجهزة جيوش، مش بنتكلم على أجهزة أفراد، وبنشوف تقنية العمليات. ولذلك الحرب ضد إرهاب الجماعة يعني الإرهابية العنيفة، يعني أنا في تقديري أن ده من أعظم نجاحات الدولة المصرية، لأنه ده لو ما حصلش في 30 يونيو في الحقيقة كنا سنرى بحرا من الدماء، كنا صحيح. هنشوف دولة في الحقيقة ما كناش هنقدر نمشي، كنا هنشوف الأسيوط التي كانت مصغرة بفعل الجماعات صحيح. الإرهابية في فترة الثمانينات وبداية التسعينات كنا هنشوفها في مصر كلها، كنا هنشوف في الحقيقة نشوف مصر مقسمة، كنا هنشوف شعب مصري قدام مصري، كنا هنشوف دم، كنا هنشوف دولة ما نعرفهاش، ناس ما نعرفهاش، أفكار ما نعرفهاش. إحنا نفسنا لما كنا بنمشي في الشارع في هذا التوقيت كنا بنشوف حاجات غريبة جدا علينا مش فاهمينها، ناس بتقول لنا اعملوا وما تعملوش بأي حق، كان في خوف وكان في قلق وكان مشهد ضبابي جدا، ما حدش كان عارف ازاي هنقدر نكمل كده. وزي ما حضرتك كنت بتتحدث انه البعض كان بيفكر انه طب لا، هل هيبقى في تحسن، طب هل نمشي، طب هل نقعد. فعلا كان مشهد صعب جدا، وزي ما حضرتك قلت صحيح الشعب لم يفاجأ بوقوف رجال القوات المسلحة معه، ولكن في نفس الوقت كانت بمثابة تطمين وبمثابة دعم ان هو يكمل. وزي ما كنا بنتكلم انه هذه الثورة مش مجرد ثورة او مش مجرد خروج على حكم، لا هي بالفعل رجوع لمسار الدولة المصرية مرة أخرى التي لم تختلف على مر العصور. يعني احنا بنشكر طبعا وجود حضرتك معانا الأستاذ جواد عبد الجواد أبو كب الكاتب الصحفي، نورتنا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليكم طيبين وكل هذا الشعب المصري طيب، وكل 30 يونيو ونحن بخير، وهذا الوطن غير قابل للقسمة زي ما كانوا عايزين يقسموه، غير قابل لأن يكون مسرحا للفتن الطائفية، غير قابل لأي شيء إلا أن يكون صامدا في مسيرة التنمية، وأن هذا الوطن يتصدر. وكل سنة والرجل الذي قاد هذه الملحمة حتى هذه اللحظة الرئيس عبد الفتاح السيسي بألف خير، وقواتنا الباسلة سواء كانت في الجيش أو في الشرطة المصرية بألف خير. شكرا لك استاذ عبد الجواد، وايضا يعني الشكر موصول لرجال القوات المسلحه وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقوات الشرطه المصريه. مشاهدينا ما زالت التغطيه مستمره معكم في الذكرى 9 لثوره الشعب، ثوره 30/6، وتستمر التغطيه حتى الساعات الاولى من منتصف الليل. والان نعود الى فاصل سريع ونسترجع معكم او نعود اليكم مره اخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير.